أنا الفنان صالح العماني، فنان تشكيلي من مواليد 79. أنا فني والضغط على النحاس. أنا شاركت المعارض. طبعا لما أرسم أو أنحت أحب أسمع أم كلثوم. بدايتي كانت إن شاء الله تكون الذاكرة صحيحة، يعني إن في رمضان 98 أو 97 كانت عن طريق واحد من ربعي. زوجته كانت تدرس في المعهد التطبيقي للنحاس، بس ما كانوا ياخذونها فنيا، كانوا ياخذونها كمادة زيادة يعني مو أكثر. وعطاني هالفكرة هذه، أنه يدري أن أنا أحب الأمور اليدوية كنجارة كرسم والأمور هذه، فعطاني النقاط ملوتها، وأنا شوي شوي بديت أطورها خلال السنين هذه كلها لحد الآن الحمد لله. أحيانا يعني أغلب الأوقات أحب أشتغل في لما أكون مضايق، أفرغ شحنتي كلها داخل النحت والضغط، لأن يعني أمور فيها تركيز وايد، صبر وايد، ويعني الشحنة كلها تتفرغ داخل اللوحة الواحدة. شو؟ فنفس الوقت الشغل هذا يعني يعطيك دافع إنك تتعلم الصبر أكثر، تتعلم التركيز أكثر، لأن أقل غلطة باللوحة ممكن تقط اللوحة كلها. فتخيل مدى التركيز وانت تشتغل، ان اقل غلطة تقط اللوحة كلها، فالتركيز يكون اكبر وتصبر اكثر خلال ساعات وانت تشتغل مثلا على عين او على خشم او على اي تفاصيل ثانية. فالشحنة كلها تتفرغ داخل اللوحة عن طريق هالأمور هذه. الفن اللي انا اشتغله مو نفس الرسم او التلوين بالزيت او اي فن تشكيلية ثانية، مع أن الفن هذا يندرج تحت الفن التشكيلي، بس يختلف تماما عن أي فن ثاني. هذا عبارة عن ضغط أو نحت. الضغط هذا مو حيلة تضغط وتسوي تفخة بشكل أو هذا، لازم تستعمل عنصر الثري دي في الضغط هذا، لأن في أماكن لازم تبرزها وايد، أماكن لازم يعني تعطيها بروز خفيف، في أماكن ما المفروض تضغطها بس لازم شكلها يكون موجود. فالأمور هذه وايد صعبة وتحتاج تركيز وايد، فمن شيء تختلف تماما عن أي فن ثاني. الرصاص تقدر ترسم، تقدر تمسح الألوان الزيتية بلحظة، تقدر تلون، وإذا غلط تقدر تلون فوق لون ثاني. زين، أما النحت هذا لازم ولا غلطة، فتخيل مدى التركيز، أي غلطة تنقط اللوحة كلها وترجع تشتغل مرة ثانية. الأماكن المميزة بالضغط على النحاس والأمور هذه سوريا. كانت لي زيارة لسوريا من سنة تقريبا، ورحت أدور إذا في أحد يشتغل مثلي كذي، ولقيت واحد كبير بالسن. كل أصدقاء اللي كانوا يشتغلون نفسه الله يرحمه ظل هو الوحيد، لكن شغل يعني تقدر تقول يمكن سحر جدا جميل، من رباعيات الخيام إلى أمور تراثية إلى ويوه شخصيات إلى كذا، نفس شغلي، لكن هو يعني عنده أبعاد ثانية.
طبعا سنين وعشر يعني من 20 إلى 30 سنة الله أعلم يعني بالضبط إيش كثر، لكن أكيد أكثر من 30 سنة. والبلد الثاني اللي تحت سوريا فيها الأمور هذه مصر، فلأن مصر ما يسوون لويوها عن النحاس كضغط، وهذا يمتازون في الأمور الزخرفية كنقوش الفرعونية أو يعني على النحاس الصلب، فشغلة لويوه وكذي شوي والضغط يعني شوي قليلين فيها. آخر شيء نرجع إلى إيران. إيران يعني من بين مثلا 10 نحاتين على النحاس أو 10 فنانين ضغط على النحاس يطلع واحد فيهم مميز، يعني تلاقي هناك عندهم فنون نحاسية لكن مو بقوة اللي عند سوريا، لكن هم إذا طلع منهم شيء فيطلع بإبداع، لكن لما تبحث تلاقي فيه ضعف فيه ضعف فيه ضعف، بس تلاقي واحد فيهم فجأة تلاقي يبهرك بشغلة. يعني أنا كذا واحد بهرني هنا كان لما زرته كذي، يعني اخترع شكل من عنده رسمه وسواه يعني تدريجيا من شيرة تتشكل إلى شكل حصان، والحصان يتشكل إلى فروع ثانية وكذي، فاللوحة كانت كبيرة ومذهلة. يعني اللوحات الثانية يعني دورت على كذا فنان لقيت شغل يعني جدا ضعيف، إنه اللهم يسوي شمس يسوي عين يسوي كذا يعني أمور عادية، أما يعني مثل سوريا ومصر مو نفس سوريا ومصر، يعني الفن يعني لعالم ثاني. يعني شلون أفسر عالم ثاني؟ إن لما أدش في أي عمل في أي لوحة أشتغل فيها ما أفكر بشيء ثاني، خلاص يكون عالمي عبارة عن الحجم اللي أنا قاعد أشتغل فيه. العالم هذا يا أنجح فيه يا أخربط فيه وأحطه على جنب. يعني كعالم يعني حدودة معلومة بالنسبة لي أنا، يعني ما أقدر أطلع منه إلا لما أنجح فيه. فالفن بالذات هذا الضغط يعني لي أنه عالم خاص فيني اللي هو عالم النحاس. طبعا نفسيتي تلعب دور أساسي في لما أشتغل، بس ما تخرب شغلي. لما أكون متضايق تكون فيني طاقة أكثر من أبي، أقض طاقتي كلها في هاللوحة هذه، فتلاقيني أخلص بسرعة أسرع من المعتاد. يعني لما تكون نفسيتي مرتاحة وجو هادي وشاي والأمور هذه اللي تضبط المزاج، لما أشتغل هني راح أكون هني يعني متبطئ أكثر، راح أخذ وقت أكثر على ما أخلص لوحة واحدة. بس لما أكون مضايق تكون فيني شحنة ما أوقف، يعني خلال يوم لمدة 6-7 ساعات نقول مثلا 10 ساعات أظل أشتغل إلى ما أوقف إلى أن أخلص. أحيانا يعني أطنش أمور وايد أظل مركز في اللوحة هذه، ليش؟ لأن فيني طاقة جاية من زعل أو شيء مضايقني، أعرف شو. بس لما أكون مرتاح هني مو يكون في خوف إنه ممكن بهالراحة هذه أكون واثق زيادة عن اللزوم، لأن أحيانا ثقة تخون، أكون واثق زيادة عن اللزوم فممكن الثقة هذه اللي تخرب لي اللوحة، مثلا أقول إيه عادي العين كذي أو كذي فأخربط فيها مثلا، أعرف شو. بس لما أكون مضايق هنين، بس هذا طبعا لما تكون مضايق ما تيبها من كيفك إنه مثلا أقول لا الحين لازم أتضايق وأشتغل، لا أحيانا تي فجأة مثلا موضوع أو خبر أو شغلة ضايقة